أهلا بكم مشاهدينا من جديد. مشاهدينا، مجال جديد يفتح آفاق جديدة لتمكين المرأة السعودية من سوق العمل، لكن للأسف لا يزال في المجتمع هذا التخصص هو تخصص ربما يكون جديد أو حتى أنه يعتمد على شكل كبير من الاجتهادات. هو مشاهدينا علم التصميم وصناعته. بالفعل مشاهدينا هو علم مختص وله العديد من الفروع، لكن لتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع معنا في الاستوديو الأستاذة هالة الدباغ، مدير التسويق في معهد رفز للتصميم. مساء الخير أستاذة هالة، يعطيك العافية. مساء الخير يا رنيم، الله يعافيك يا رب. بداية، دائما يعني نسمع عن التصميم، مصممة أزياء، مصممة ديكور، مصمم قطع مثلا أنتيك إلى آخره، لكن بالنسبة لكم كمختصين ما هو التصميم؟ التصميم هو مهنة عالمية، التصميم هو تخصص كبير جدا ومعنى كبير جدا. التصميم داخل في كل شيء، هو يعني جوهر كل حاجة موجودة حوالينا. في تصميم مجوهرات، في تصميم أزياء، في تصميم أثاث، في تصميم منتجات، في تصميم عبوات. حتى الآن أنا قرأت يعني تقرير عن التصميم في جامعة سنسناتي في أمريكا. في عندهم قسم في واحدة من كليات التصميم سموه التصميم لأغراض إنسانية، humanitarian design. التصميم هذا أو القسم هذا يبحث في الدول اللي هي الدول الفقيرة أو الدول اللي هي يعني الشعوب فيها يعني حاجة أو يعني التكنولوجيا عندهم ما هياش متقدمة بشكل كبير. يبحث في احتياجاتهم بالضبط. وسافرت مجموعة من هذه الجامعة كمان إلى تنزانيا، وراحت صممت لأهل قرية أنظمة ري جديدة، أنظمة تساعدهم على الحياة اليومية. فالتصميم الحقيقة داخل في كل شيء. يعني حتى برضو كمان في واحدة من الجامعات في أمريكا صمموا قدم أو رجل صناعية للي رجولهم مبتورة، اللي بيكون أثار الحبوب أو الألغام أو المشاكل الطبية، اللي بعضهم بيحب إن هم يعني يمارسوا هواية ركوب الدراجات، فكان صعب عليهم بالأقدام الصناعية العادية أو رجول الصناعية العادية. صحيح. صمموا لهم واحدة القدم حقتها عاملة زي اللي هو البادل حق العجلة أو البايسكليت، بحيث إن هي أول شيء توفر لهم القدرة إن هم يمارسوا الهواية اللي هم يبغوها بشكل سليم وبشكل يعني في نسبة عالية من الأمان. فالتصميم عموما داخل في كل شيء. التصميم كصناعة أو التصميم كدراسة، خلينا نتكلم عنه، هو عبارة عن مهنة حرفية. نعم. أو تخصص مهني يعتمد على الحرفية العالية، بالإضافة إلى وجوب توفر خلفية تعليمية جيدة وقوية جدا. والخلفية التعليمية هذه تتكون من المعلومات الوفيرة اللي هي يتلقاها الطالب أو الطالبة اللي حابين هم يتخصصوا في التصميم، بالإضافة إلى المهارات. يعني التعليم مش عبارة عن بس معلومات، هو أيضا هو معلومات بالإضافة إلى مهارة حرفية. طب برأيك يعني ليه دائما مسمى تصميم؟ يعني جميل جدا أن حضرتك بدأت الحوار بالتحدث عن مثلا مشاريع إنسانية، تصميم مثلا أنابيب أو قنوات ري أو حتى أقدام صناعية لذوي الاحتياجات الخاصة، لكن ليه دائما كلمة التصميم مرتبطة بديكور، بجمال، بأزياء؟ ليه محصورة بالنسبة لنا على الأقل بهذا الإطار؟ يعني هذا هو اللي وصلنا الى الان، او هذا هو اللي نحن تخصصنا فيه الى الان. لكن احنا لو جينا يعني تطلعنا الى العالميه، المنظور العالمي للتصميم هو اكبر واوسع بكثير من مجرد الازياء او الديكور او المجوهرات. يعني احنا يعني هنا في الرياض احنا لو نظرنا حوالينا حنلاقي التصميم داخل في كل شيء. مثلا صحيح. مدينه الملك عبد الله الاقتصاديه، شوفي تحفه معماريه، تحفه معماريه، يعني 7 من اهم المهندسين المعماريين اللي في العالم صمموا كثير من المباني اللي موجوده فيها. التصميم داخل في كل حاجه. يعني الحقيقه يعني انا اعجز واقول لك التصميم داخل في ايش بالضبط، لاني انا يعني قد ما حاولنا ان احنا نعرف. لكن مثلا في الغرب شيء اسمه تصميم منتجات، تصميم التعليب، تصميم، يعني من قادر ان انا احصر بالضبط لانه يعني المجالات واسعه جدا وكبيره كل شيء جدا تقريبا. يعني حتى السلعه اذا اردت انك تطلعها بشكل جيد يفترض يكون في مصمم على الاقل للمنتج النهائي كنوع من الدعايه يعني له. طب ليه الى الان يعني حسب ما قرر ان هناك صعوبات تواجه الفتاه والمراه السعوديه للعمل في هذا المجال، ليه برايك؟ انا ما اتصور انه في اي صعوبات او تحديات ممكن انها تواجه المراه او الفتاه السعوديه، لانه المراه والفتاه السعوديه اول شيء قويه. نعم. تتطلع دائما الى الجديد، مثابره ومجتهده. في الغرب يصفون المراه السعوديه بالنسور الصاعده، وهذا كان يعني التعبير هذا قال لي هو
رئيس وزراء ايرلندا السابق قال لي نحن في الغرب نسميكم النسور الصاعده، لان هم شايفين انه المراه السعوديه يعني وصلت الى العالميه، وكل يوم هي تخوض مجال جديد وتثبت موقعها ومكانتها فيه. العائق الوحيد أو التحدي الوحيد اللي ممكن يكون أمام المرأة السعودية أو الفتاة السعودية هو عدم ثقتها بنفسها وعدم إيمانها بقوتها. نعم. إذا جينا احنا تكلمنا عن بعض الصعوبات اللي هي ممكن بمنتهى السهولة تجاوزها، مثلا زي حاجز اللغة. يعني احنا إذا تكلمنا قلنا مثلا أن التصميم عشان نقدر احنا نوصل للعالمية لازم يكون عندنا خلفية تعليمية قوية جدا. الخلفية التعليمية القوية جدا بتيجي مثلا من مناهج عالمية، لأنه هم لهم باع أطول ولهم خبرة أكبر في تدريس التصميم. طب المناهج العالمية هذه جاية بالإنجليزي بالضبط. اللغة الإنجليزية كحاجز أنا ما أشوف أنه هو المناهج المتوفرة حاليا تم ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية. هي كانت يوغوسلافية أعتقد. هي إنجليزية. إنجليزية حاليا. أيوة هي إنجليزية، لم تتم ترجمتها وإنما هي إنجليزية. نعم. فحاجز اللغة هو حاجز يمكن تخطيه. أي حواجز أخرى ممكن أنها تخطيها. يعني المجتمع يتقبل فكرة عمل المرأة، المجتمع يتقبل فكرة دراسة المرأة، المجتمع يتقبل فكرة خوض المرأة في مجالات جديدة من الدراسة ومن العمل. ما أشوف أنه في أي عائق الحقيقة أو أي تحدي. هو في المقابل، مقابل هذه الصعوبات أو المعوقات مثل ما سميناها يعني ما سميت المحدودة، لكن في المقابل هناك أولا طلب كبير من سوق العمل، إضافة إلى أن هناك إقبال كبير من السيدات السعوديات، صحيح؟ في نعم هناك إقبال عموما من المجتمع السعودي، يعني من الشباب السعودي. نحن سوق استهلاكي بشكل كبير جدا، وسوق شاب. يعني أكثر يمكن من 50% من التعداد السكاني عندنا هم من فئة صحيح. الشباب، وفئة الشباب هذه تتطلع دائما إلى التميز، تتطلع دائما إلى التفرد، وإنها تجد شيء جديد وشيء يعني له جمالية عالية. نعم. بالنسبة لل عفوا ممكن تعيد السؤال؟ إن في إقبال كبير وفي طلب من سوق العمل تحديدا، إن يعني إذا أضفنا للسؤال يعني حاليا في تركيز أكبر على أن الشخص يكون متخصص أكثر، دارس في مجال معين. أيوة نعم بالضبط. ما كنت بقول لك إنه لأن إحنا سوق استهلاك، فإحنا سوق يعني يتطلع دائما إلى التفرد والتميز، وإنه يعني الارتفاع بالذوق العام والجمالية العالية. كل هذه الأشياء تستدعي إنه يكون في إقبال أكبر على دراسة التصميم، وإنه إحنا نوفر مخرجات تعليمية متخصصة بشكل مهني عالي في التصميم، علشان تقدر أنها تتواءم مع متطلبات سوق العمل اللي موجودة. نعم. طب أكثر التخصصات اللي تقبل عليها المرأة السعودية من خلال يعني معهدكم؟ الحقيقة نحن من خلال دراسة يعني قمنا بها وجدنا إنه يعني المرأة السعودية الحقيقة مقبلة، يعني نهمة لكل ما هو جديد. يعني إذا تكلمنا على مثلا تصميم الأزياء، هناك نهم يعني حسب الدراسات اللي احنا سويناها لدراسة تصميم الأزياء، تصميم الاتصال المرئي، تصميم الجرافيك، حتى تصميم الألعاب اللي هو الجيمينج ديزاين. يعني شوفي حابة أنها المرأة أنها تدخل في كل شيء جديد. صحيح. كل شيء يعني ما أصبح العالم هو عبارة عن السعودية أو الرياض فقط، أصبح العالم هو يعني قرية عالمية. فالإنسان يعني هم ويعني الفتيات والنساء السعوديات دائما بيشوفوا إيش اللي موجود في الخارج، دائما يتطلعوا إلى العالمية، وهناك نهم إلى كل ما هو جديد. لكن فعليا هل وصلنا إلى مستوى المنافسة العالمية؟ وهل مثلا هذه المنافسة تقتصر على تخصصات معينة بالنسبة لكم، أم هي مثلا مفتوحة على مجمل التخصصات بالنسبة للمرأة؟ ولا الحقيقة هناك قصص نجاح كثيرة جدا يعني لمصممين ومصممات سعوديات وصلوا إلى العالمية. نعم. طب أيضا هناك يعني مثل ما نشوف دائما في تركيز على موضوع ريادة الأعمال، الهدف من هذه الريادة أن فعلا المرأة تصل إلى المستوى العالمي. هل بالفعل يعني أتت ثمارها، خلنا نسميها مثل ما ذكرتي أن المرأة حاليا سميت بالنسور الصاعدة؟ أيوة. ريادة الأعمال شغف عالمي. نعم. يعني زي ما هو التصميم هو عبارة عن مهنة أو تخصص يعتمد على الشغف أكثر من الموهبة، ريادة الأعمال العالم كله أصبح شغوف فيها، لأنه ريادة الأعمال عموما تساعد الإنسان أنه هو يعني يحقق ذاته، وأنه هو يخلق فرص عمل جديدة، وأنه هو يعني يجد نفسه في شيء هو بيحبه، ويطبق يعني ما تعلمه أو خبرته أو موهبته في الشيء اللي هو يبغاه، غير أنه هو يروح يعني يكون متقيد بوظيفة ممكن أنه هو يعني ما تتناسب مع صحيح. مع تطلعاته. ريادة الأعمال بالنسبة للتصميم، التصميم يدعم بشكل كبير جدا ريادة الأعمال إذا كانت المناهج مدموجة. يعني احنا تكلمنا نقول انه التصميم يعتمد، علشان الانسان يصل الى العالميه في التصميم لازم تكون الخلفيه التعليميه تعتمد على مناهج عاليه المستوى، فيها معلومات وفيره جدا عن التصميم طبعا، وفيها المهارات اللازمه.
إذا تم دمج هذا الخلفية التعليمية أو يعني إذا المناهج تم دمجها أيضا مع المهارات الإدارية من ريادة الأعمال، جميل صحيح، تحليل القوائم المالية، المحاسبة، فأنت يعني بيكون في الآخر أنت عندك المخرج حقك، مخرج مستعد إن هو يدخل إلى سوق العمل بقوة، وإن هو يخلق فرص وظيفية للآخرين، وإن هو يثبت نفسه ويجد ذاته، وإنه حتى يصل إلى العالمية مع المثابرة والاجتهاد عبر قنوات الصحيحة. طبعا أحد التخصصات المطلوبة، وكنت بسأل عن مدى الإقبال عليها، هو التخصص الاتصالي المرئي. كيف هو إقبال المرأة السعودية أو الفتاة السعودية على هذا التخصص؟ وهل بالفعل يعني لأنه تخصص مهم ومطلوب، هل هناك خلينا نسمي اكتفاء ما بين العرض والطلب في هذا التخصص؟ طيب أنا حبدأ لك أول شطر من السؤال. تفضل. اللي هو نتكلم عن الاتصال المرئي. الاتصال المرئي يعني إحنا اللي دخل للسوق السعودية يمكن حوالي 10 سنوات يمكن أكثر، يعني أو يعني حديثا يعني يعتبر، هو الجرافيك ديزاين اللي هو تصميم الجرافيك. الاتصال المرئي الآن هو تخصص أوسع من حتى التصميم الجرافيك. الاتصال المرئي يشمل تصميم الجرافيك، والاتصال المرئي هو يشمل كل شيء يعني في التخاطب مع المستهلك عن طريق القنوات المسموعة أو المرئية. مجالات العمل في الاتصال المرئي كبيرة جدا، يعني ممكن تكون في صناعة الأفلام سواء وثائقية أو أفلام دعائية أو أفلام سينمائية، في التحرير، في تصميم مثلا الهوية، الهوية اللي هو الكوربريت ايدنتيتي اللي هو الهوية الشركة نفسها، يعني في مجالات كبيرة جدا جدا. هل هناك طلب؟ نعم هناك طلب كبير جدا. يوافي العرض؟ لا هو لا يوافي العرض، لأنه يعني زي ما قلت لك يعني نحن يعني كسوق سعودي بدأ الدخول في مجال التصميم اللي هو يتعلق مثلا بالكمبيوتر جرافيكس، يعني بدأ من فترة يعني مش من زمان كتير جدا. السوق عندنا احنا سوق كبير وسوق هائل وسوق ضخم، صحيح. المصروفات السوق على الدعاية والإعلان هائلة جدا. خلينا نقول انه لا يوجد هناك توافق بين العرض والطلب. الفجوة اللي موجودة في الكوادر السعودية ممكن انها تعوض عن طريق الرجوع الى شركات عالمية او شركات اجنبية. نأمل انه يعني ان شاء الله في خلال 10 أو 15 سنة القادمة انه يكون في سد لنسبة كبيرة من حاجة السوق في هذه التخصصات. بالنسبة لتخصص التصميم بشكل عام، يعني بحسب قراءتنا ان هو ثالث مهنة مطلوبة خلال العام 2020. يعني هل فعليا اكيد هناك استعدادات، لكن هل هذه الاستعدادات لديها القدره ان احنا نصل الى الهدف المرجو خلال الاعوام القادمه، خلال 6 سنوات القادمه؟ هذه الاستعدادات لها اكثر من عامل. اول شيء لازم يكون في معرفه جيده جدا لدى المجتمع السعودي وخاصه فئه الشباب باهميه التصميم كصناعه. لازم يكون في توجيه من الاباء والامهات لاولادهم لما يتخرجوا من الثانوية العامة ان هم يوجهوهم للتصميم. يعني نحن لما احد بيتخرج من اولادنا ولا شيء، ايش ادرس؟ محاماة، طب، هندسة، ادارة، هندسة. نحن نفسنا كأبهات وكأمهات احنا ما احنا مدركين لأهمية التصميم كصناعة، وما احنا مدركين لمستقبل التصميم فعلا اللي موجود. احنا نحتاج نحن تثقيف، ونحتاج ان احنا نثقف اولادنا، ونحتاج ان احنا نوجههم. نعم. نحتاج ايضا ان احنا يكون في عندنا منشآت تعليمية بشكل اكبر وتقدم مناهج عالمية وعالية المستوى، على عشان المخرجات حقت المنشآت التعليمية هذه تقدر إنها تصل بالخريجين إلى العالمية وإلى مستوى تنافسي كبير جدا، وإلا إحنا نفضل معتمدين دائما على الخبرات الأجنبية. أكيد. حاليا المصطلح الدارج هو مصطلح learning to study، لأن بعض الأشخاص ممكن يكون عنده فعلا موهبة كبيرة جدا، لكن هو يعني ما قدر يكتشفها أو إنه يوظفها بالشكل الصحيح. يعني هل نحن بحاجة إلى المزيد من هذا التعليم أو التأكيد على وجود التخصصات الجيدة؟ هل أنتم مثلا كمعهد أو كجهة مختصة يعني تحاولوا نوعا ما توجهوا الطلاب؟ نحن نحاول، يعني learning to study هي مادة أصلا بتدرس عندنا، يعني على يعني صحيح، يعني بمناسبة أن أنت قلتي learning to study، هي مادة تدرس عندنا، أو يعني هي مش تدرس عندنا، هي واحدة من المناهج اللي إحنا إن شاء الله حندرسها في القريب العاجل كمواد أساسية تكون في البداية. كمواد أساسية. نعم. تكون في البداية علشان لتعليم الطالبات إن شاء الله في المستقبل إن هم يعني التايم مانجمنت وإدارة الوقت، استراتيجية الدراسة والحاجات هذه. نحن نحتاج إن إحنا يعني زي ما قلت لك ان احنا نوجه اهتمام اولادنا وبناتنا الى التصميم، وان احنا نفتح مداركهم على التخصصات الجديده اللي هي المتاحه عالميا. نعم.
وبرأيك فعليا هل يعني صار هناك عندنا نوع من الاستيعاب أكثر لأهمية التصميم، لأهمية الإبداع أو تغير نمط التفكير؟ إلى حد كبير إيوه. إلى حد كبير إيوه. يعني شو اللي ناقص حتى تكمل الصورة مثلا؟ هذا سؤال يعني كبير جدا الحقيقة. إيش اللي ناقص حتى تكمل الصورة؟ اللي ناقص إنه يكون في تكاتف ما بين المنشآت التعليمية اللي بتدرس التصميم وبعضها. اللي ناقص كمان إنه يكون في دعم كبير للمصممين. اللي ناقص إنه كمان يكون في إبراز وتركيز على أهمية التعليم أو الخلفية التعليمية للتصميم، لاحتراف التصميم. لاحتراف التصميم إن شاء الله. طب أما يعني اسمحي لي، المشكلة عندنا يعني نرجع لنقطة البداية، أن التصميم يقتصر على مجالات معينة. بصفتك كمتخصص، هل فعليا دراسة التصميم ممكن تصل بالمرأة السعودية إلا أنها تكون سيدة أعمال محترفة على مستوى عالمي؟ رسالة توجهها للمشاهدات حاليا، نعطيهم دفعة إيجابية أكثر أو تشجيع حتى على دراسة التصميم. التصميم كل شيء، كل مجال من مجالات الدراسة أو مجالات العمل ممكن أن هو يصل بالمرأة السعودية إلى العالمية وإلى الاحترافية. يعني التصميم في مجال للتطور، في مجال التطور كبير جدا. يعني المستقبل كله الآن للتصميم. يعني زي ما ذكرتي هذا من خلال رافلز طبعا أو أنتم كمختصين أو بشكل عام؟ أيوه هو بشكل عام ومن خلالنا نحن، يعني بشكل خاص، لأنه نحن المناهج اللي عندنا هي مناهج عالمية وعلى مستوى عالي. هي مناهج يعني طبعا نحن يعني احنا شراكة مع مجموعة رافلز العالمية اللي بدأت في سنغافورة من 26 سنة وعندها أكثر من 36 جامعة في أكثر من 35 مدينة حول العالم. المناهج العالمية هذه مناهج قوية جدا، المخرجات حقتها قوية جدا. يعني أنا خليني أعطي لك مثلا مثال. أنا كثير يكلموني أصحاب شركات كبيرة يقولوا لي لما يصير عندكم خريجات نحن مستعدين نحن نوظفهم فعلا في الحال، لأن نحن عارفين إيش رافلز وإحنا عارفين إيش المخرجات حقتهم، نحن عارفين إيش هو قوة التعليم اللي أنتم بتقدموه. نحن الآن في بيننا وبين هارفي نيكلز شراكة استراتيجية إن هم يوظفوا إن شاء الله لما يكون عندنا خريجات إن هم يوظفوا خريجاتنا ويبتعثون كمان إلى الخارج لإكمال دراستهم. وهذه أول شراكة استراتيجية من رافلز وبين أي منشأة كبيرة هنا في السعودية وضخمة في هذا ما شاء الله بهالاسم يعني. طيب وبالنسبة لل يعني الرغبة في التسجيل، هل هي مقتصرة على جنسيات معينة مشاهدين، هل هي فقط طبعا للمواطنات او حتى هناك فرصه للمقيمات او لمن ترغب حتى في التسجيل؟ الفرصه للجميع. يعني هي اشتراطات القبول عندنا هو تجاوز امتحان اللغه الانجليزيه، لانه المناهج كلها باللغه الانجليزيه، وانه يكون عندها شغف. يعني لازم هي يكون عندها شغف، لازم هي تكون حابه التصميم. وبعد ما الطالبه تنضم وتشترك، يعني انا عن نفسي اعرف الاجابه لكن يعني نتمنى نسمعها مره ثانيه. بالنسبه للطالبات فيما بعد طبعا في حال انجزت فعلا وتخرجت وادت المطلوب، هل هناك مثلا متابعه للطالبات مثل ما ذكرتي الشراكه مع هيرفي نيكلز او غيرها من الخدمات؟ نحن في عندنا شيء اسمه سنتر اوف اكسلنس اللي هو مركز التميز. مركز التميز هذا انه احنا بنساعد، يعني نحن من ضمن المناهج اللي احنا بندرسها هو كيف انه الطالبه يعني قبل التخرج تعد البورتفوليو الخاص بها علشان تقدم للوظائف. هذا غير انه نحن في كثير يعني زي ما قلت لك من اصحاب العمل بيتقدموا لينا بيطلبوا منا انه لما يصير عندنا خريجات ان احنا يعني نتواصل معهم علشان يوظفوهم. نحن يعني نحن من ضمن الأهداف حقتنا أو من ضمن المهام حقتنا إن احنا كمان إن شاء الله لما يصير عندنا خريجات إن احنا نهيئهم لدخول سوق العمل. جميل. ونساعدهم سواء كان اختيارها انها تكون من رائدات الاعمال انها تفتح العمل الخاص بها او انها حبت انها تتوظف وتاخذ خبره مثلا في شركه عالميه. اكيد طبعا مشاهدينا، يعني عاده الشخص بعد التخرج او حتى في السنه او السمستر الاخير من الجامعه يحاول يحتك مثلا بالشركات بالمنشات يكون عنده نوع من الخبره، فبالنسبه لهم طبعا هم يوفروا لكم الخبره اكيد طبعا، حتى مجال الاحتكاك مع الاخرين او انك تاخذ خلينا نسميها خبرة مسبقة قبل دخول سوق العمل، فهذا طبعا مهم جدا وإيجابي. الأستاذة هالة الدباغ مدير التسويق في معهد رافلز للتصميم، شكرا جزيلا لك. ومشاهدينا طبعا دائما نتكلم عن التصميم أو هذا الدارج للأسف أن التصميم هو عبارة عن تصميم أزياء وأحجار كريمة، لكن بالنسبة لبعض المطاعم بدون ذكر أسامي صورة البرجر اللي تكون موجودة مثلا في الإعلان أحيانا تكلف ميزانية ممكن تكون ميزانية ضخمة أكثر من تكلفة أو تغطية بعض فروع طبعا هذه المحلات. هذا دليل على أهمية التصميم.
التصميم والإعلان هو داخل فعليا في كل تخصصات الحياة. مشاهدينا طبعا أبواب بالمملكة دائما مفتوحة لكل من أبنائها، ومثل ما سمعنا طبعا من المقيمين أو حتى طبعا أكيد من أبناء الوطن لتأكيد وجودهم في مجال التصميم اللي هو مهم جدا عالميا. مشاهدينا سيدتي مستمر وتابع طيبة، لكن من بعد الفاصل. اسمها نوف، التقت أمها بعد 20 سنة من الفراق. اسمها شمس، خدعها شاب متهور وأنقذها رجل صالح. اسمها ندى أو وفاء، لكل امرأة حكاية طموح أو دموع أو احتياج أو ظروف صعبة، كيف نجعلها تتمسك بالأمل. قصص سيدتي الإنسانية تنقل لك حكاية واقع صعب وإصرار على بدايات جديدة. سيدتي بعد الفاصل، مدار عربات الأطفال وتأثيرها على السمنة.